تعالى هو الذي يجعل البركة في آثار هؤلاء الصالحين حتى يجذب قلوب عباده لهم. الله ليس هم عادة فقراء، هم ناس زهاد، هم ناس فقراء ما عندهم شيء. لو جئت إلى أي رجل صالح أنت رجل صالح، أستغفر الله أنا إنسان غافل، أنا مسكين، أنا تعبان، أنا ما تقرأ ولا ترى ولا تسمع. رجلا صالحا وليا حقيقيا يوما من الأيام يتبجح ويقول أنا الولي، أنا الصالح، أنا الكذا. أبدا، منكسرين دائما، سيرتهم هكذا، حياتهم هكذا. لكن الله سبحانه وتعالى يجعل البركة فيهم ويري الناس هذه البركة حتى يجذب قلوب الناس إليهم، حتى يهتدي الناس بهم، وحتى يظهر الله سبحانه وتعالى حبه لهؤلاء العباد الذين إما عمرهم كله جعله في الطاعة أو أكثر عمرهم في الطاعة. حسناتهم أكثر من سيئاتهم بكثير. يمكن ما تجد عندهم، ولو تجد ما لها قيمة، لأنهم أصحاب تجارة رابحة مع الله سبحانه وتعالى. لذلك يجعل الله سبحانه وتعالى البركة على أيديهم. يعني أتذكر زرنا يوم من الأيام في مكان، فجاء أحد الآباء بأحد أولاده فقال يا شيخ، هذا ابني الذي كان مريضا وأنت قرأت عليه وطاب. أنا قلت له يا فلان، والله أنا أتمرض أقرأ على نفسي ما أطيب. ليش أنا أتمرض نفسي؟ أنا أتمرض أنا ما أطيب. هذا ليس أنا، هذا الله سبحانه وتعالى جعل في هذا حتى تستمع كلماتي. كلماتي نعم صحيحة، أما أنا فغير صحيح. حتى الله يهديك، حتى الله يعلمك، حتى الله ينفعك. لو كنت أنا كان لما أنا أتمرض أقرأ على نفسي أنا أطيب. الله سبحانه وتعالى يجعل البركة فيهم وفي آثارهم. حتى الصحابة كما في صحيح البخاري كانوا يتقاتلون، يعني يتسابقون على بصاق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي بصق صلى الله عليه وسلم يتسابقون قبل أن تصل الأرض، يضعون يدهم لعلهم يدلكون بها وجوههم وجسومهم. وكان بصاقه صلى الله عليه وسلم له ريح أطيب من ريح المسك، وكان يبقى ما يروح، ليس هكذا وشوية وراح، كان يبقى. سبحان الله. ولذلك نحن بحاجة إلى صحبة الناس الطيبين الصالحين حتى الله يرينا هذه المعاني الروحية التي فقدناها وخسرنا كثيرا من بركة الحياة ومن سعادة الدنيا حينما فقدنا هذه المعاني الطيبة. الحمد لله، الله يأتي بنا إلى هذا المسجد، هذا المسجد المتواضع القديم البركة، ويرزقنا نصلي فيه، ويكتب الله لنا آثارا في هذا المكان نجده إن شاء الله يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بأنبيائك وأوليائك الصالحين أحياء وأمواتا أن تنصر عبادك في غزة، أن تنصر المسلمين على الكافرين، أن تنصر المجاهدين على المجرمين الكافرين الفاجرين. آمين. أن ترحمهم يا رب بنصر منك، بمعجزة منك، بملائكة تنزلهم بمدد منك، فقد انقطعت أسبابنا من الدنيا وأهل الدنيا.
وما بقي لنا إلا أنت يا الله. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.